ناظرین آداب، میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایس بی این نیوز کی میں آئے وناشکاری بھوکم پر ہم سبھی کی درشٹی لگی ہوئی ہے. بہت سے لوگوں کی دکھد مرتیو اور بہت نقصان کی خبریں ہیں. ترکی کے آس پاس کے دیشوں میں بھی نقصان کی آشنکا ہے. بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کی سمویدنائیں سبھی بھوکمپ پیڑتوں کے ساتھ ہیں. بھارت بھوکمپ پیڑتوں کی ہر سمبھو مدد کے لیے تتپر ہے.
كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا لغي العجائق جنس لا أب ولا والله مشي أمور العيلي والله والله العظيم مشي أمور العيلي أنا ذاتي قرايبيني قرايبين راحوا 12 شخص الحمد لله رب العالمين أمي هلا اقتطحت لنقاط تحت طالعة أخويك وعم طالعوا هلا أخوي الثاني كمان لسه ما طلع من تحت لنقاط عنا ولدين لأخوي الكبير وولدين أنا سحبتهم عايشين الحمد لله رب العالمين وعندي أختي وجوزة وأربع أطفال والحمد لله رب العالمين عائلتي أولادي وأولادها يعني أسري بعدهم تحت الأنقاض ما في حدا يساعدهم ما في آلات ما في ولا شيء إمكانات ولا شيء أولادي عم نسمع أصوات بعدهم أحياء بس ما في شيء يطلعوا ما في حدا يطلعوا ما في آلات بناشد كل الدول بناشد الإنسانية يجوا يساعدونا يا أخي مصيبة وقعت علينا ناشد الدول كل من عنده إنسانية كل من عنده دم يتحرك كل من عنده ضمير يساعدنا ما عندنا إمكانية إحنا أطفالنا نسواننا شيابنا كلها تحت الإرهاب إحنا كارثة كل طوابق نازلة فوق الأرض بشهر وثلاث شهور ما طالعنا للميتين إحنا كارثة وما بي عندنا إمكانيات شيء حسبي الله ونعم الوكيل